حياكم الله في سفرتنا الرمضانية، واليوم إن شاء الله أول يوم من رمضان، الله يعودها علينا وعليكم بالخير، ومبارك عليكم الشهر. وهذا رمضاني، أكلات رمضان اللي هي هريس ويريش ودهن عداني والقيمات. واليوم معاي ربعة العمر أم محمد منيرة الحاي، هي اللي راح تسوي معانا أكلاتنا الرمضانية كلها من أول يوم إلى آخر يوم في شهر الفضيل. إن شاء الله في بداية الشهر راح نسوي لكم أكلات كويتية مع حلويات كويتية، وندخل بيناتها أكلات ثانية، بينما آخر الشهر بإذن الله إن الله أحيانا وياكم بالخير راح نسوي لكم الحلويات ملوت العيد. نبتدي ويا محمد، تفضلي. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيكم. في البداية أقول لكم مبارك عليكم الشهر وعاد علينا إن شاء الله وعلى ديرتنا بالأمن والأمان. سفرتنا إن شاء الله مثل ما قلتي إن شاء الله عامرة. آمين. ونبي نقدم إن شاء الله على كل يوم أربع أطباق. طبعاً يعني قصدك إن سفرة رمضانية كاملة متكاملة من شوربة ومن أطباق رئيسية ومن حلو بارد ومن حلو قهوة. الله يعطيك العافية، وإحنا إن شاء الله وياكم إن شاء الله. نبي نبلش أول شيء أو نبتدي مع أم محمد. اليوم عندنا إن شاء الله، أنت يمكن تعلمتي أن في طبق اسمه الآيس كريم البارد. أنا سمعته وخليتك تفكليني إياه. فطبعا اليوم نبي نقول لكم عن طبق اسمه الآيس كريم عندي المالح. أنا أول مرة أسمع. أول مرة. إن شاء الله بشوف. إني نطالع أول شيء شنو مقاديره. عبارة عن عندي ريش. نعم. من حوالي ريش 20 غنم. غنم. طبعًا. عندي من تحطين عاد على المقدار اللي أنت تبيه. عشرين أو أسرع على راحتنا. في عندي المقادير نص عندي علبة معجون طماط. في عندي ليمون مقطع صغار صغار. في عندي حبة فلفل هم بعد مقصورة. في عندي بعد البصل، وعندي صوص الصويا، وعندي الخل، وعندي السفن أب، وعندي الفلفل الأسود والكركم مع الملح. وهذا شنو؟ وهذه الكمون طبعاً على حسب اللي تبينه. أي أبي أطالع بعطيش معلومة بس. بالنسبة حق الخل. الخل احنا نستعملها طبعا حق التتبيله، لكن في عندي معلومه ثانيه ان احنا نستخدمها في تنظيف الزجاج. هذه معلومه حلوه. تحطينها، تقدرين طبعا تحطينها مع الماء. تقول حق الزجاج نظف الزجاج ويسوي تلاله على الكلاصات. بعد تقدرين انك تستعمليها حبيبتي. اني نطالع الحين نخلط المقادير كلها مع بعض، وبعدين نحطها يعني بالتبلين فيها تبلينها تفضل. وبعدين عاد نخليها. اوكي، تبين شيء اي بلد محمد؟ تفضلي. اوكي مني تسوي اي الحين الحين احط المقادير كلها مع بعض. بس ابي القفشه الله يعافيك. تفضلي. عندي طماط اي احطه نص قوطي طماط معجون طماط وبعدين عندي الليمون. نعم. مع بتقولي لي ليش مقطعتها صغار صغار معه؟ على اساس انه القيمه الغذائيه اللي موجوده في القشره تاخذها معاها اللحمه وما تروح. اي عندي بعد قلنا الفلفل الاخضر، اعطيني اللي تخلصين منه حطه منه. شكرا. عندي البصل ثلاث حبات طبعا صغار. نعم. مقطعتهم صغار صغار. واي عندي السفن ثلث كوب. وثلثين عندي الخل والخل شوي عشان الكاميرا تشوفت. عندي والخل طبعا يساعد على تطريه عندي اللحوم. معروف عندي الخل. والصوص صويا صوص صويا كله نخلطها مع بعض. واي ابتدي احط عندي الملح نص ملعقه. وعندي الفلفل الاسود. نفس الشيء. وعندي احط شويه كمون مو وايد. وهم بعد نفس الشيء عندي الكركم. هيا الحين ابتدي
اخلط المقادير كلها. طيب خلينا نشوف شلون تنخلط. أيوة. كلها مع بعض. انا اشيل عنك هذه. هي. هي كذي. حاول اني انا اخلط المقادير كلها مع بعض. بعدين اي ابتدي اخذ عندي الريش وابتدي احطها. كل ما تبلتي اللحم قبلها بيوم كل ما تطرت عندي اللحم اكثر واكثر. اكيد. خليها طبعا. انا بقول معلومه عنك ام محمد، انك كنت مدرسه اقتصاد منزلي. مدرسه اقتصاد ما شاء الله. طبعا يوم تقاعدنا ما حبينا ان احنا نقعد بالبيت بدون ما نسوي شيء. احنا نحب هالشغله اصلا في دمنا. فحاولنا ان احنا الواحد طبعا هي الحين اتبلها. كل ما يصير لك 10 دقائق قلبيها. تقلبينها. كل ما صار لك 10 دقائق نقلبها. وبعدين ناخذها بالثلاجة. تاخذينها ساعة ساعتين على راحتك انت. بس وبعدين نقطع عليها شرايح الليمون ولا بتخلينهم تزين؟ بنخليها تزين بعدين. ام محمد. نعم. كل الناس تعرف التزيين ولا بس احنا ولا شنو بالضبط؟ احنا ما كنا نعرف. اي. لكن طبعا الواحد لما يتعلم. أي. ويسأل هذا وهذا بالضبط. ويسأل هذا. عرفت شلون؟ تعلمين التعلمين كنا ندخل دورات. احنا اصلا يعني احنا اصلا طبعا ما كنا نعرف. ما حد يعرف من طالع من بطنه ما يعرف. صح. فاحنا شوي شوي من النت الى الكتب الى اهلنا الى صديقاتنا. انا اسئلتك. اي بالضبط. هذه المعلومات وعشان كذي احنا حابين ننقلها لكم. وإذا طبعاً إذا أنت تحبين الشيء تقدرين أنك تجيدين فيه. أكيد تبدعين فيه. هذه عندي بالنسبة طبعاً هذه المرحلة الأولى. انزل. بعدين عاد عندنا المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. بعدين على ما تخلص التتبيل. عندنا التتبيلة. شنو طبقة الثاني؟ الطبق الثاني لأن أنا أطبقي سهلة سريعة بخليها عقبك. عندنا الطبق الثاني هي شوربة العدس مالت أول. والله شوربة العدس اللي مالت المدارس. اي نعم. اللي لما الحين يقولوا ليش اللي لما يقولوا لنا والله انه الحين ما تصير شوربة العدس مثل الأول. اي. شنو السر اللي فيها؟ اي. السر اللي فيها انه احنا الحين لما نطحن العدس نطحنه في الخلاط. شنو؟ الخلاط الكهربائي. اول كانوا يسوون باليدوي. يسوونه عندنا اللي كنها راحات. اليدوي بالراحات. عرفت شلون؟ ويخلونها مطبخ. اي اطالع مقاديرها سهله وماكو اسهل منها. هذا جدرج. تبين افتش الفتش. هذه عندنا الماي. انا افتشها وياك. ام محمد كنك مخليتها مفتوحه. لا ما فتشتها. هذه؟ لا ما فتشتها ما دستها. قولي عندنا الماي طبعا حوالي 6 كلاصات. تبين ملح ترى والي. بعدين مو الحين. اوكي. 6 كلاصات ماي على كوبين عندي عدس. اوكي 6 كلاصات ماي على كوبين عدس. على كوبين عدس. وعندي البصل. اعطينا اياه صغار صغار. اي اي. وعندي الطماط باشرته. هذه مقاديرها كلها. كلش. بصل. ماكو شيء ثاني. ماكو شيء ثاني. وبعدين اي وبعدين عندي طبعا اي ابتدي اغسل عندي العدس ولما ينطبخ الماي احط العدس فيه. اوكي. انزين. الحين بتحطين العدس الحين قبل هذول؟ قبل. لا هذا بعدين. اوكي. اي الحين اغسله. وين قاعد تبين ما مش هذا منخل صغير؟ إيه بعدين بس ننخله شويه نخليه يتنقع. اي لمده كذي 5 دقائق عشان ياخذ الحاصل. اوكي. ونخليه متى يطبخ الماي حطينا العدس وخلينا. انزين. هذا عاد انت ابتدي. ايش رايك انا ابتدي على ما انت ايش اسمه نحب ما امكني عشان بعد شويه. انا اول شيء مقاديري. تفضلي. مقاديري انا سهله جدا وبسيطه مثل ما عودتكم في حلقاتنا مالت سفرتنا. الحين بعد اعودكم على شيء سهل بس طبعا بندخل بالغزير بندخل بالريش والهريز والمرقوقه اللي نرقها قدامكم. هذا كله مكبوس الدياي بنسوي مكبوس الدياي الاولي اللي حشوته منه وفيه. انزين انا بالنسبه لي مقاديري مالت السمسميه كل كوبين هذا سمسم لازم يكون محموس.
هذا محموس، السمسم هذا محموس مثل ما تشوفون، عليه نص كوب فستق وشوية هيل وكوب شكر كامل أنا معيرته، ونص كوب من دبس التمر، هذا دبس التمر نص كوب. ما نحط الدبس أكثر من الشكر لسبب واحد، الدبس مو عامل يربط، ما يربط دائما، الشكر هو اللي يربط. فعشان كذي أنا بسيح الشكر شوية وكت الدبس عليه لين يذوبون ببعض، بعدين أحط السمسمية. بسوي لكم سمسمية، هي كاهي موجودة هني، مسويتها على أساس أي حبيبتي انتي. أول ما راح أحط في الجدر راح أحط الشكر، ليش؟ لأن إن حطيته ويا الدبس مرة واحدة ما راح يذوب بالطريقة اللي أنا أبيها. فأول شيء أحطه وخليه شوية يبتدي يسيح، من يسيح خلاص بدنا قفشة كنا. هذا الشكر ما راح أحط الدبس إلا لين تشوفون الشكر إيش صار فيه، راح أوريكم الشكر شنو صار فيه. يلا أحط الدبس، وطبعا مثل ما عودتكم ما تحركونه، إذا حطيتوا الدبس الشكر لا تحركونه راح يتكتل ويصير. ليش ما نحركه؟ إن حركتي أم محمد التلازق جزيئات السكر فتصير صلبة كأنها جزاز. إذا حركتي هذه أكبر خطأ في تسيح الشكر. أخذ قفشة خشب لصغنونة، إيه هذه حلوة، إيه لا هذه الثانية، إيه مشكورة. طبعا أنا أخليه وأحرك بالطريقة هذه، أحاول أحرك وبس يوصل إلى مرحلة إنه سايح أبتدي أوريكم إياه. بالوقت هذا بعير شنو؟ بعير ال شو اسمه؟ بعير السمسم، لأن كل شيء بالحلو لعياراته، إذا ما عيرتوا ترى ماكو فايدة، شغلكم كله يخرب. بالنسبة للسمسمية في مجال انك تزيدين الكميه اذا شفتي الشكر بدا يعني تقريبا اكثر يعني من السمسم. ساعات الشكر كله السمسم ما يشرب الشكر كله، فتضطرين تزيدين شويه. فعشان كذي انا مخليه النص كيلو كله عندي. وطبعا انتم تعرفون ان القلاص يعادل 250 جرام، مو كذي ام محمد؟ طبعا في المواد الجافه يصير 200 جرام، في المواد السائلة 250، لأن جزيئات السائل شوي سبحان الله دعمل. أول كانوا أكلهم كله على البركة، إيه؟ لا عندهم مقدار ولا شيء ولا شيء، بالخمطة إيه؟ زين ويطلع عدل، لكن شف عدس إيه؟ شف ماش إيه؟ إيه؟ لكن لو الحين بنستعملها بالشف ما تطلع، ما تطلع ما نقدر. سبحان الله هم فيهم